مرحبا. رصد غواصين انديل عملاق بالساحل الجنوبي لبريطانيا يطلق عليه اسم الانديل البرميل، وبيصل طوله ل 150 سنتيمتر وعرضه حتى 40 سنتيمتر. ورغم حجمه الكبير الا انه لسعته ما انهشت خطوره من لسعه انديل البحر الاعتياديه. بنتينا نشوف كيف عم يكون الطقس. عم توالي درجات الحراره انخفاضه مع بقاء على معدلاته بحوالي درجتين لدرجات مئويه، وجو بين صحو والغائم جزئيا حار نسبيا بشكل عام، مع فرصه لهطل زخات رعديه من المطر فوق المناطق الساحليه والشماليه الغربيه، واسدي من مغبر حار بالمناطق الشرقيه والباديه والجزيره. رياح جنوبيه غربيه معتدله عم تنشط احيانا وتوصل سرعتها ل 25 كيلومتر بالساعه، اما الرطوبه عم تراوح بين 50 و 85%، والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، ودرجه حراره المي 27 درجه. من تالى طقس العاصمة دمشق اللي عم تكون أجواء فيها مشمسة، عم تسجل فيها العليا 37 درجة. بالمحافظات السورية ورح نبدأ من المنطقة الجنوبية، حنروح على السويد عم يكون طقس كمان مشمس وعم تسجل العليا 32 درجة، أما بدرعا عم تتراوح بين 21 و 36 درجة، وبالقنيطرة عم تسجل الصغرى 18 درجة. حنروح على المنطقة الوسطى عم تكون الأجواء مشمسة بحمص وعم تسجل العليا 34 درجة، أما بحما فعم تتراوح بين 22 و 35 درجة. بالمنطقة الساحلية عم يكون طقس ماطر عم تسجل عليها بطرطوس 31 درجة، أما باللاذقية عم تتراوح بين 25 و 31، وبلواء اسكندرون عم تسجل عليها 30 درجة. بالمنطقة الشمالية بإدلب عم يكون طقس غائم جزئيا وعم تسجل عليها 35 درجة، أما حلب عم تتراوح بين 22 و 37 درجة. أخيرا حنروح على المنطقة الشرقية على الرقة عم تسجل فيها العليا 38 درجة، والأجواء مكفية سادمة بالحسكة وعم تسجل عليها 40 درجة. أخيرا بدير الزور عم تسجل فيها الحرارة الصغرى 25 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة وبخير.